أهل الإسلام. سبب آخر، من يتق الله يجعل له مخرجا، إلزم تقوى الله، راقبه في السر والعلن سيجعل لك مخرجا. صدق الله إذ يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله إذ يقول ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. صدق الله إذ يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. صدق الله إذ يقول إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا بصيرة تفرقون بها بين الحق والباطل. يا أهل الإسلام تعلموا، اتقوا الله سبحانه والله معكم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جندوا أنفسكم لنصرة دينكم وستجدون ربكم وليا ونصيرا ووكيلا وظهيرا إذا دعوتموه أجبكم، ودون أن تدعوه سيحفظكم أيضا بإذن الله، فهو رب كريم من أقبل عليه لم يخذله أبدا أبدا، ربي كريم. فاتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأحسنوا التوكل والاعتماد على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه، يكفيه شر كل ما أهمه. فكونوا متوكلين على الله، معتمدين على الله سبحانه وتعالى.